warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil wahmi wad dayajiri. Alhamdulillahil ladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لي ولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوان أما بعد مشاهدين الكرام هيا بنا نشكر الله تعالى على جميع ما من علينا من آلائه العظيمة منها نعمة الإيمان والإسلام وكذلك نعمة الصحة والعافية حيث كنا بهذه النعم نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك وفي هذه الفرصة الثمينة وفي هذه المناسبة السعيدة أحبائي رحمكم الله وقد افتخر كثير منا كالأمة الإسلامية بكثرة عدد المسلمين في بلادنا بل كانت بلادنا هذه أكثر بلاد المسلمين سكانا في العالم ولكن ما نغفل عنه هو أن بعض الذين يعتنقون الإسلام في بلادنا يرتدون عنه وهم لا يشعرون بذلك وبعضهم بعيد عن الشريعة السماوية لعدم معرفتهم أمر دينهم الإسلامي والثقافة الإسلامية كل أمة تحاول أن تواصل ثقافتها باحثة عن جذورها في أعماق التاريخ جاهدة للكشف عما يميزها عن الأمم الأخرى ولذلك يجب علينا أن نعرف ثقافتنا ونقوم بها لئلا تفوتنا تلك الثقافة وتضيع عنا لا سيما أن هؤلاء الكفار الغربيين والمستشرقين يحبون أن يفرقوا بين المسلمين وثقافتهم حتى لا يعرف كل واحد من المسلمين ثقافتهم فاستمعوا قول ربكم جل جلاله تعالت عظمته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إخوتي رحمكم الله في هذه الآية القصيرة لقد بيننا ربنا في هذه الآية القصيرة أن هؤلاء الكفار اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم وهؤلاء الكفار يريدون أن يكون المسلمين تابعين ثقافتهم الفاسدة وقد حذرنا وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله من تشبه بقوم فهو منهم فلا تتشبهوا بهم أيها المسلمون ولا تقتدوا بهم أيها المسلمون وخير التشبه بأسلافنا الصالحين وخير التشبه بعلمائنا العاملين كما قال بعض العلماء وإن لم تكن مثلهم فتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاح وهم أسلافنا الصالحون وعلماؤنا العاملون كما وصفهم الإمام القطب الجليل الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بقوله قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمجع بل تلقاهم عمود المحارب قواما لله أكرم بالسجود الركع يتلون آية القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبع ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعي هذه هي الثقافة هذه هي حقيقة الثقافة الإسلامية التي جاء بها خير البرية سيدنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي الختام
ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن يجعلنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين بلغة السيد المرسلين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هكذا مني وبالله توفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شهر خير.